في مملكة العمامات كلها تشنكش كلها تفري ما دامت دوا بلاش كلها تبيع وكلها تشري فينا الصابط فينا الهابط فينا كمامة والدوب وفي اللي نقص في اللي عايش في طابور ويا تلولة ارخي لولة ما تعديش حرابش تتفتي تدوي ترغي تلقى روحك عندها رابش خدوها فاقش مش دوة ارخي تحوم بجودة بيكم نورتونا في الريسوم على الركابة يا بابا كان في نقاش حاد يا مدام اعتماد بين المحلل والخبير الجميل الرقيق عز الدين التلولة وآمر سرايا العمامات والتشكلات حرابش أول مرة نشوف ملعب يدوخ ندوخ ونقسم فيها خير من الصاحي ورجلي الزوز يسار وين كنت يا لحمة لما كنا جزارين أيام نلعب فيها كانوا مسميني الشبح عازلوا يتفرج على سبيستون دي شبح شيني خوي انت عطا الشبح ما تشبحش وين يا جماعة هاو جاجي فار الغلابة زود يا عاش قالي كانوا مسميني الشبح فوت هوا يلي تخيل فيه يقول لنا فيه الحصيل هو سجلتك في الدوري وبنلعبوا باسم الشارع وانا تشيني كل شيء بتحشي في راسك امالا تخلينا حاجة يا رج تي حتى انا مش براني ومن حقي نلعب باسم الشارع تشينك سادي يا امالا تي حول ايدك حول من بيش نمد عليك ايدي صلوا على النبي يا جماعة اسلومة طالب في كلية الحقوق ومدرب في مجال التنمية البشرية ويعتبر من نخبة المجتمع ضرني يا راو سجلها عندك عادي اعتداء على موظف أثناء عمله غير اهدى يا خوي عندي لك كم حل شو رايك منديروا تصفيات وكل واحد يعدي يدير فريق واللي يفوز فيه كم هو اللي يمثل الشارع في دوري العميمات علي اليمين مدربي التنمية البشرية انتم اللي نزلتوا لي بدرجة ثانية يفوت اوهمي بيردها في جواه الخميس بعد العصر بناتنا الجلدة ولفاح لي بتصيح وابتدأ الميركاتو وكل واحد بدي يحاول يقنع في اللاعبين بالانضمام لفريقه وكل واحد يغري فيهم بطريقته الخاصة أنا بمعي وعندك عندي سيبرك وتسعين وسيرة الفلوجة وتاخد قدرك في الشارع ماشي مسك حد ماشي مسك حد هذه حاجة زي البونسكي ألعب معي أنا ونعطيك خيط من المولد فوت حرابش حرقارة وبدأ الفري والجري واللاعب اللي بيوقع مع حرابش يمشي الحرابش ويقول التلولة قامز معي ويبيني واللي بيوقع مع التلولة يمشي للتلولة ويقول راهو حرابش قامز معي ويبي يوقع معي وسياسة الشلبوخ والبونتو بدت تخدم بغض النظر عن اللاعب يعرف يلعب ولا لا الانتصارات بدت في السوق والميركاتو ومن يخطف اللاعب ليفوت فيه الخصم هو الربح أما على أرضية الميدان شي شي يا حنان هزوا التلولة جيبوا البطولة هزوا التلولة جيبوا البطولة يا حرابش يعجب يا بو رجلين ذهب يا حرابش يعجب يا بو رجلين ذهب خير يا ديركي والله نقطة الخيط الله يا معلم الكورة وراك يا معلم تخير هذا تقول سريب فلوس حرام المباراة صورة طب الأصل اللي قاعد يصير في كورتنا سياسة الشلبوخ تغطى على المواهب وخلت اللاعب اللي حرام فيه سبيدرو يوقع بالملايين ويبدأ يدير في الكيراتين والبروتين والبادي كير والماني كير ما فيهمش خير ويدير استراحة ويركب بانوراما والكبايد يحبوه ويديروه مصروف مشك رياضة يا جماعة مش كل شيء عنا دوبونتوات أكبر المتضررين نحن كجمهور خاصة والأندية بصفة عامة وخير دليل المنتخب 70% من اللاعبين لياقتهم ما تكمل الشوط واحد والنجم صاحب أكبر أجر في النادي المحلي بمجرد ما يحترف في جمعز بانكينا مرات تلقاه تريبون لضعف إمكانياته يا ريت نبتعدوا على العصبية ونفكروا في مستقبل كرتنا يا أخي معسكر المنتخب هو قالك الفندق مش خالص شكله مول الفندق تحسب فينا هذا علاش خسرنا على سيرة الكورة تيوي الكورة